يقول الامام ابو القاسم القشيري: ذهبت لازور الروضة الشريفة روضة رسول الله، وبعدما القيت السلام على رسول الله اخذتني صلة من النوم فنمت في الروضة فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا ابا القاسم، يا ابا القاسم، ما لي اراك حزينا؟ ما لي اراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، ان لي ولدا مريضا حار الصدق في علاجه. الله، ما لي اراك حزينا يا ابا القاسم؟ ابو القاسم الاكبر يسأل ابا القاسم الاصغر: ما لي اراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، ان لي ولدا مريضا حار الصدق في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: وما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم، في سورة التوبة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وفي سورة يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وفي سورة النحل فيه شفاء للناس، وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني، وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال أبو القاسم: فلما ذهبت إلى ابني قرأت له تلك الآيات فشفاه الله.